من غزة هشام. إذن الصورة في رام الله تنقل لنا احتفال الناس في الضفة الغربية ويوجهون التحية للفصائل الفلسطينية ويبدو فخورين بأدائها. كيف الصورة هي في غزة؟ هشام تسمعني؟ نعم أسمعك. هشام أقول لك الصورة تنقل لنا احتفالات الناس في رام الله وهم يحيون الفصائل في الفصائل الفلسطينية، وعندك أرى في الصورة أشخاصا يلوحون بعلامة النصر في غزة. بالفعل عثمان، ما إن دقت الساعة الثانية هنا في غزة وهو موعد إطلاق وقف إطلاق النار، حتى كما ترى خرج الناس والسكان إلى الشوارع فرحين يكبرون، وصدحت أصوات التكبيرات والتهليلات من مساجد القطاع، وانطلقت مسيرات مختلفة في عدة محافظات في قطاع غزة بالتأكيد لفرحا بانتهاء هذه الحرب الإسرائيلية وتأكيدا على استمرار نهج المقاومة كما يقولون، خاصة أن لا سيما أن السكان هنا ذاقوا على مرين خلال هذه الحرب. نحن نتواجد هنا في أحد الشوارع الرئيسية بالقرب في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، هذا الشارع الذي تعرض لدمار هائل بفعل القصف الإسرائيلي. هناك تجمع متزايد للسكان هنا أمام هذه الأماكن المدمرة للإطمئنان على أحوال الناس ولملمة الجراح. بالتأكيد بعض السكان أيضا يعني الذين تركوا منازلهم لا سيما. أعتقد هذه تكبيرات عيد أيضا. بالفعل إذا سمحت لي سكان قطاع غزة، إذا سمحت لي أن نستمع إلى ما يقولونه. نعم. لدقيقة ثم تعلق. من خلال هذه الحرب من الاحتفال بها. الآن تنضم السيارات، سيارات الإسعاف، سيارات الإذاعة، تصدح بالأغاني التي تدعم هذا الاحتفال. هناك عشرات من الناس خرجت في الشوارع ترفع إشارة النصر وعلامة النصر فرحا بالتأكيد بانتهاء الحرب في البداية، وبالتأكيد فرحا بانتصار قطاع غزة في هذه الحرب الإسرائيلية التي شنتها على مدار 11 يوما ودمرت الكثير من المنازل والمؤسسات، وهناك العديد من الشهداء والجرحى. لكن غزة صمدت كما يقولون في وجه هذا العدوان وفي وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي أراد أن يعتدي على المسجد الأقصى وعلى مدينة القدس، لكنهم دافعوا من غزة عن هذا المسجد مصر النبي وبالتأكيد عن مدينة القدس والشيخ جراح، ويصرون أن هذه الحرب التي كانت وبدأت في مدينة القدس أن أي اعتداء على مدينة القدس وعلى أي منطقة في منطقة في الأراضي الفلسطينية هي ستدافع من جديد وستعود من جديد للدفاع عنها. ربما نستمع الآن إلى هتافات للفصائل الفلسطينية وكذلك للمقاومة. خلص
عدد كبير من السيارات في الشوارع. الشارع امتلأ عن بكرة أبيه بهذه السيارات، وهؤلاء الناس الذين خرجوا احتفالا بهذه بانتهاء هذه الآن التي رام الله يا هشام. ألعاب نارية، ألعاب نارية في مدينة رام الله، حقيقة صور ملفتة. هذا احتفال، هذا احتفال كبير واحتفال واضح بجماهير فلسطينية تؤمن أنها انتصرت في هذه المعركة. وهناك صور مماثلة أيضا من الخليل، ليست غزة وحدها التي تحتفل. بالفعل في غزة كانت الطلقات النارية بدلا من الألعاب النارية احتفالا بهذه انتهاء هذه الحرب الإسرائيلية. والآن هتافات عدة من عدة مناطق، وتواجد للكثير من السكان بجانب هذه المنازل المدمرة دعما لسكانها وتأكيدا على استمرار هذا النهج الذي اتبعوه من خلال الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس. كذلك هناك نلاحظ انتشار موسع للطواقم الدفاع المدني والأجهزة الشرطية والأمنية للحفاظ على الأمن، وبالتأكيد لمنع والتأكد من عدم وجود أي صواريخ لم تنفجر في هذه المناطق المدمرة التي انهالت عليها الصواريخ. وتعمل هذه الطواقم على تمشيط هذه الأماكن مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار. ربما نستطيع أن نستمع إلى هذه التهليلات وهذه التكبيرات، كذلك المساجد صدحت بتهليلات وتكبيرات، والآن خروج عفوي بشكل كبير. ولعلك يعني هشام لعلك تتحدث إلى بعضهم إذا كان هناك إمكانية أيضا. بالتأكيد